وينضم إلينا مباشرة من الموصل مدير مستشفى الموصل العام الدكتور سعد الله الماتيوتيس. دكتور سعد الله أرحب بك معنا، كيف تقيم انتشار فيروس كورونا؟ على ما يبدو الأوضاع بدأت تتصاعد خاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية، وكيف استطعتم السيطرة عليه في الموصل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وعلى متابعي قناتكم الكريمة، كما أزف التهاني والتبريكات إلى الشعب الإسلامي بهذا الشهر الفضيل، ونتمنى أن يعم الأمن والأمان على ربوع بلداننا الإسلامية، كما نتمنى من الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا الارتفاع الوتيرة. للأسف هناك تراخي في الحظر الصحي، فبعض المواطنين لا يقيم هذه الحالة، وهناك الحظر الجزئي انفتح تقريبا في بعض المحافظات، مما أدى إلى نزول السكان لأنه كانوا محجورين لفترة طويلة بصورة عشوائية، بعدم التداء الواقيات، بعدم التزام التعليمات الصحية التي أصدرتها خلية الأزمة في وزارة الصحة. طيب، من اتخذ كما هذا القرار هناك بعض دكتور ألم يعي ردة فعل في بعض المواطنين؟ المناسبات. للأسف المدة طالت، والمواطن حبس فترة طويلة في داره، وتعرفون كما تعلمون أن العراق هو بلد من فقير، وهناك أيدي عاملة تعيش قوت يومها يوما بيوم، فيجب عليها الخروج والعمل لكي تعيل عوائلها. لكن هناك بعض الحالات السلبية التي أشرت في أربيل كما في البصرة، ففي بعض الفواتح للأسف حصل هناك تجمعات سكانية وقيمت مراسيم عزاء المفروض لا تقام حسب تعليمات خلية الأزمة، منعت جميع التجمعات السكانية، لكن المواطنين لم يلتزموا بذلك، فهناك أصبح شخص معين كان مصابا بهذا الفيروس، نقل العدوى إلى أعداد كبيرة، وحصلت هناك كوارث كما في البصرة. دكتور، البعض نعم. يشكل على وزارة الصحة ضعف برنامجها التوعوي للمواطنين. على العكس، على العكس تماما، وزارة الصحة هناك توعية وهناك وحدات تعزيز الصحة في كافة دوائر الصحة، نحن الحمد لله ولله شكر بدائرة الصحة 2 وبإدارة الدكتور فلاح حسن عيسى الطائي تقريبا الحمد لله محافظتنا بيضاء. ليش؟ لأن هناك همة غير طبيعية من منتسبي دائرة الصحة في السيطرة على مداخل المدينة، في السيطرة على في 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 نشر الوعي الصحي داخل المحافظة للسكان، مراقبة في كافة التجمعات السكانية منعت. فلو كانت، أنا طبعا ليس لدي معلومات كاملة عن بقية المحافظات، لكن في محافظتنا العزيزة نينوى نحن سيطرنا على مداخل المدينة. أي شخص يأتي من خارج المدينة يحجر ويفحص، وفي حالة ظهور نتائج سلبية يتم العزل عنه، فلم تسجل حالات. أين يتم العزل؟ هل هناك أماكن مخصصة للحجر الصحي؟ نعم، هناك طبعا مدينة الموصل كما تعلمون هي مدينة تقريبا دمرت أكثر دوائرها، ولكن الحمد لله هناك بعض الأماكن مثلا أقسام الداخلية في منطقة في الجانب الأيمن، هناك طبعا مستشفى السلام خصص للحجر الصحي، هناك أماكن طبعا تعليمات السيد مدير عام، أيضا في أطراف المدينة في الأقضية والنواحي تم استخدام المدارس للحجر الصحي، وتقديم طبعا وجبات غذائية ووسائل راحة لحين إجراء الفحوصات فحص البي سي آر والتأكد من سلامة الشخص الوافد إلى المحافظة، ثم يتم الإفراج عنه والذهاب إلى عائلته. طيب دكتور، يعني على حد علمك هناك العديد من العلاجات التي يتم الحديث عنها مؤخرا تم تجربتها سواء كانت في الصين أو حتى في الولايات المتحدة، هل جرب العراق نوع معين من العلاج؟ طبعا هي كلها محاولات، هناك دراسات، وطبعا لحصول هذا الوباء بحديث العهد التجارب لم تثبت لحد الآن، هناك استخدام لعقار الهيدروكسيكلوروكوين كما صرحت به الولايات المتحدة على رئيسها، وعلاج الأزيثروميسين، لكن تم تفنيدها في الفترة الأخيرة.
فيعني العلاج كما في المصطلح الطبي اكثر هو اكثر ما هو كونزرفاتيف، يعني علاج الحالات اللي حسب حاله المريض. طيب دكتور، لم يثبت هناك عقار ثابت ومجرب وأثبت نجاحه. طيب نعم. كانت هناك شائعات تتحدث عن احتمالية يعني التقليل أو يعني الحد من انتشار فيروس كورونا مع ارتفاع درجات الحرارة. الآن بدأت درجات الحرارة فعلا بالارتفاع، هل لمستم هذا الموضوع، حد في انتشار هذا الفيروس أو حتى فترة حياة الفيروس؟ كانوا يتحدثون يعني تقل بدل من 8 ساعات تكون لمدة دقيقة والنصف على حسب ما قرأت. نعم، هذه الظاهرة أيضا لم تثبت مصداقيتها بالدرجة 100%، لأنه جو البصرة هو حار جدا كما تعلمون، أحر منطقة في العراق هي محافظة البصرة، ونشهد هناك انتشار في الوباء في الأيام الأخيرة، فأيضا ليست دقيقة جدا 100%. الوباء دكتور في البصرة يعني يعزوهم بعض القادمين الحاملين للفيروس من الخارج مو من داخل المحافظة. نعم، هي مشكلة العراق إن بالوافدين، يعني البلد كان خالي من الفيروس، لكن هناك ناس عالقين هم لا يعني لابد أن يعودوا إلى أهلهم وعوائلهم، فطريقة التعامل مع الوافدين يفترض أن تكون بصورة دقيقة وبصورة صحيحة، ويكون الشخص الوافد إلى البلد أنه يذهب هو بنفسه إلى مكانات الحجر وإجراء الفحص الطبي لكي لا ينقل العدوى لعائلته ولسكان مدينته. أمتن كثيرا على حضورك معنا مباشرة من الموصل، مدير مستشفى الموصل العام الدكتور سعد الله المتيوتي، شكرا جزيلا لك.